غرفة عمليات دحر الغزاة تعلن القضاء على فلول تنظيم الدولة في ريف إدلب ومقتل العشرات واعتقال نحو 400 من عناصر التنظيم على جبهة الإخوان، وتؤكد وجود تعاون وتنسيق بينه وبين النظام وميليشياته. وحدات حماية الشعب الكردية تطالب نظام الأسد بالدفاع عن مناطق سيطرتها في عفرين باعتبارها جزءا من الأراضي السورية، وتؤكد قيام النظام بتسهيل عبور المساعدات إلى المنطقة. وكالة الأناضول تكشف أن وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون خصصت مبلغ 550 مليون دولار أمريكي لدعم قوات سوريا الديمقراطية في سوريا من ميزانية وزارة الدفاع لعام 2019. رويترز نقلا عن مصادر روسية تفيد بمصرع مقاتلين روسيين على الأقل في اشتباكات بين قوات التحالف مع قوات مساندة للنظام بريف دير الزور في السابع من الشهر الحالي. الأمم المتحدة تعلن أن الأوضاع في سوريا تزداد سوءا منذ دعوتها قبل أسبوع لوقف الأعمال العدائية لمدة شهر، وتعتبر أن البلاد تمر بإحدى أسوأ الفترات على مدى السنوات الست الأخيرة. تقرير للشبكة السورية لحقوق الإنسان يؤكد استخدام نظام الأسد للسلاح الكيماوي أكثر من 200 مرة منذ اندلاع الثورة السورية في آذار 2011 رغم التحذيرات الأممية والدولية.